عزيزي المشاهد، برحب بيك تلميذ في مدرسة المسيح، تلميذ لأعظم معلم علمنا بحياته وبكلامه، وبيدعوك أنك تكون له تلميذ. تلميذ مش معناه مجرد تفهم عشان تجاوب على الأسئلة، لكن تلميذ معناه تدرك وتختبر وتعيش الحياة التي عاشها المسيح، تسمح له أنه هو يعيش فيك. وعشان تقدر تعمل كده أنت محتاج لمجموعة، مجموعة زي المجموعة اللي المسيح صنعها، مجموعة من كنيستك، من المؤمنين اللي حواليك، تجتمعوا مع بعض، تسمعوا مع بعض، تصلوا مع بعض، تشجعوا بعض أنك تطبقوا الحياة ديت وتكون اختبار حقيقي لكل واحد فيكم. صلاتي أن ده يتحقق معاك. أمين. عزيزي المشاهد، أرحب بيك. أصدقائي، أرحب بيكم في حلقة جديدة من مدرسة المسيح. أنا عايز أشكركم عشان متابعتكم لينا هذه الحلقات، وعايز أشكر ربنا عشان الردود الأفعال عبر الوقت اللي فات مشجعة جدا 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 جدا. دي حاجة جميلة أننا نلاقي جوع وعطش للحق وللمعرفة ولفهم طرق ربنا. وأصلي في قلبي أن ده ما يكونش مجرد معرفة للذهن. احنا اتفقنا أن التلمذة معرفة وإدراك وتغيير يؤثر في حياة العالم اللي حوالينا. الكنيسة التي تعلمت من المسيح غيرت عالمها الذي عاشت فيه. في رحلتنا الطويلة وصلنا لغاية ما نسميه الكنيسة. الكنيسة، جسد المسيح، عروس المسيح، اللي هو مين حضراتكم؟ لو احنا متحدين معا في الرب، ودي كنيسة واحدة. في قانون الإيمان إني قوي بيقول إيه؟ بيقول نؤمن بكنيسة إيه؟ واحدة. وده لازال الإيمان بتاع كل الطوائف، نؤمن بكنيسة واحدة جامعة، إنكلوسيف، تجمع كل المؤمنين، رسولية، مش مذهبها رسولي، رسولية ما كانتش فيه أيامها، لكن مبنية على أساس الرسل والأنبياء والمسيح يسوع حجر الزاوية. ده الإيمان القديم، ده اللي مأخوذ من الكتاب المقدس. الكنيسة واحدة وجامعة، مش مقطعة، مش رافضة، لكن جامعة مبنية على أساس الرسل والأنبياء. تكلمنا عن إيه هي الكنيسة، تكلمنا عن ليه الكنيسة، تكلمنا عن مبادئ وحدة الكنيسة، تكلمنا عن دورها، ربنا سايبها ليه؟ عشان يتمجد فيها، عشان تعمل اللي هو كان بيعمله، عشان تسمع كلامه في الثلاث حاجات دول: أن تكرز بإنجيل الحياة وإنجيل المحبة، أن تتلمز شعبها، وأن ترسلهم إلى عالمها. واضح الحكاية دي؟ طيب، ادها ولا ما ادهاش الإمكانية أنها تعمل كده؟ طلب منها حاجة أكبر منها ولا ادها المصروف اللي تقدر بيه تعمل اللي طلبوا منها؟ فاهمين بقول ايه؟ ما انتوا كنتوا تطلبوا مني حاجه بس ما تدينيش الامكانيه وما تدينيش السلطان. ادها ولا ما ادهاش؟ خلينا نتفرج على شريط الفيديو دوت، يمكن في تكه كده حلوه تخلينا نخلي بالنا من المقصود. مجدست المسيح. يا باسم، باسم حبيبي، صح يا بابا، صح. نسيب لك المصروف، مصروف الشخصي ومصروف الحصة والمواصلات، ها؟ هسيبهم لك في الدرج، اوعى تنسى.
الو، ايوه يا عماد. لا مش هقدر اجي النهارده، احس حصل حاجات كده. بقول لك العبها دي، معيش فلوس يا عم، لا اكل ولا اشرب ولا حتى اركب، مش معايا فلوس. ارجع خدها. ايوه يا عم، ايوه يا عماد، بقول لك مش معايا فلوس يا عم. ارجع خدها. ايوه مش هقدر اجي علشان معيش فلوس. ايوه يا عم ارجع خدها. ايوه يا عم، بقول لك مش هقدر اجي، بقول لك معيش فلوس. ارجع خدها. ارجع خدها. ايوه يا عم مش جاي عشان معيش فلوس، معيش فلوس، معيش فلوس. يلا سلام. حد هيرجع؟ اتفضل. هو بعض الاحيان ربنا بيكلمنا واحنا ما بنقتنعش ومش بنسمع، وربنا يعني عامل الصح لينا واحنا ما بنسمعش، ما بنبقاش مطيعين يعني الامر. اشكرك. تعليق تاني على الفيلم. اللي لاحظته من الكليب ده انه ربنا بيشتغل بكل الطرق، يعني قايل لي وفي نفس الوقت مش بيبقى سايبني كده وخلاص، بيبعت لي كذا مرة بس أنا اللي منشفة دماغي. أنا اللي عجبني قوي إن هو ساب الدرج مفتوح، إن هو كمان مش الحاجة مستخبية، لا الحاجة واضحة وباينة قوي وفي متناول إيدي. تتأملوا تأملات جميلة جدا الحقيقة. فهي الحاجة ربنا هي سايبها واضحة قوي، وكلمته مديها لنا واضحة قوي، ومدينا سلطان واضح قوي، واحنا حتى اللي مش بنفكر نبص، يعني مش ندور، لا نبص. في مصيبة تانية برضو، ده الراجل بيقول كأنه مش سمعه، يعني بيكلم واحد في التليفون كأنه حتى اللي على التليفون مش سمعه. ايوه معيش فلوس، والناس بتقول له ارجع، ويقول له ايوه انا معيش فلوس، يعني كانه بيرد على اللي تحت وبيرد على اللي معاه في التليفون، عمال يكرر انا ايوه معيش فلوس، ايوه انا معيش فلوس، مش عايز يسمع، مش عايز يستجيب، وبيرد بردود يعني تجاهل. حسيت ان احنا زيه مكسلين نفكر، يعني هو كان مكسل يفكر، اللي هو لو فكر كان ممكن يتصل بباباه او يرجع البيت يدور، هو كسل يفكر، مش كسل انه يروح، لا كسل يفكر. هو بص في حته واحده، بص فين؟ في جيبه بس. هو بص في جيبه بس. بص في جيبه بس. خلي بالكم الحكايه دي، احنا بنعمل كده، ببص فين؟ في جيبي بس، بص على روحي بس. لا ما اقدرش اعمل كده، ما اقدرش، اكيد لربنا قال ما اقدرش. معيش فلوس هروح ازاي؟ هركب تاكسي ازاي؟ بس ببص فين؟ في جيبي بس. هو في ملاحظتين على الكليب ده، ان مره ان بابا بيصحيه مخصوص، يعني ده بيصحيه وبيقول له انا سايب لك كل الادوات اللي تمكنك انك تقوم وتعمل العمل ده، يعني بديني كل التولز وانا مش سامع، انا نايم. نمره 2 وهو بيكلم صاحبه ده في الموبايل، الناس عماله تعدي عليه، يعني نقول عليه بيعدي عليه كارز مره واثنين وثلاثه وهو مش عايز يسمعه، بيقول له ارجع خدها ومش عايز يسمع. هو انا حسيت انه يعني هو باصص قوي تحت رجليه، يعني ابويا مديني فلوس كتيره تكفيني يومي كله في درج قدام عيني، وانا كل اللي همي انه انا مش عارف حتى هكمل ابسط حقوقي، ان انا اروح درس واركب مواصلات، يعني عندي كتير قوي بس مدفيه في البيت،
وانا ما معيش اي حاجه، في حين ان انا فعليا معايا حاجات كتيره جدا قوي. وانا اللحظه كده في الكليب حسيت انه لبس نظاره سودا دانك خالص، لما بيقول له معيش ان انا اجي والدرس ولا اكل ولا اشرب ومش عارف اعمل حاجه، يعني مش عارف اعمل اي حاجه خالص، في سبيل انه لا يعني مش هو ده الحقيقي، انت لبست النظاره غلط في وقت انت معاك كل حاجه. خلي بالكم الحكايه ديت، ده الجزء اللي انا عايز اركز عليه. لو بصيت لنفسي للجيبي هلاقيه مفلس، دي النضاره الغلط، دي النضاره الغلط. لو بصيت لضعفي قدام اللي ربنا طالبه مني دي هقول اكيد مش انا وما اقدرش اعمل اللي انت طالبه مني دوت، وهنحس دايما الاقليه القليله. بس بالعكس الكتاب بيقول ملكوت السماوات خميره صغيره، لكن الخميره دي لو حطيتها في كيس قد كده قمح دقيق هتخمر العجين كله. فدي مشكله، انا مش ببص للامكانيات اللي ربنا ادهاني، انا ببص لامكانياتي، ودي مشكله الكنيسه بتعد غنماتها فتقول ادي اللي عندي اهو، فاذا ما اقدرش اعمل حاجه هبص لشعب كده وابص لروحي فاقول ما انا مش هنقدر نعمل حاجه. انا مش بشوف اللي ربنا ادهوني، اللي ربنا ادهوني اللي يقدر يمكنني اني اعمل الدور ده. المسيح قال للتلاميذ ايه؟ دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض. طب احنا هنعمل ايه بالحكايه ديت؟ انا معكم كل الايام الى انقضاء الدهر. احنا لو بصينا لبعض كده وقلنا من غير المسيح هنقدر نعمل ايه؟ ولا حاجه خالص. لكن لو قلنا طب احنا كده ومعانا المسيح نقدر نعمل ايه؟ بالظبط كده، بالظبط كده كل حاجه. ليه؟ لان هو عنده سلطان على كل حاجه. هي دي المعادله. المعادله العروسه دي لوحدها من غير الراس، ولا العروسه دي راكبه في الراس؟ المسيح في وسطها جبار يخلص، ولا مش في وسطها؟ لو مش في وسطها مش هتعمل حاجه. هي متحده بيه وعايزه تعمل له، ولا منفصله عنه وعايزه تعمل لروحها؟ واضح بتكلم عن ايه؟ فلو اللي طلبوا مني ربنا كبير قوي، هو اكبر من الحاجه دي، وعدنا انا اللي هعمله، وانا اللي هعمله من خلالكم. بيقول ايه في أفسس؟ بيقول أخضع كل شيء تحت قدمي، إياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة. فبص دايما بيتكلم عن المسيح، بيتكلم عن المسيح الممجد صاحب السلطان الذي هو الرأس للجسد، الجسد اللي هيبقى ممتلئ بكل ملء الذي يملأ الكل في الكل. خدت بالكم التركيبة دي؟ بولس شايف الحقيقة، شايفها فعاشها، فعاشها، صدقها فعاشها. اترمى في السجن هو وسيلة، قوم صلي. هتعمل ايه الصلاة دلوقتي؟ قوم صلي، قوم صلي. قاموا يصلوا، مش كده؟ نص الليل مضروبين مطحونين، نام، قوم صلي يا راجل، دي فرصة. زلزلة، 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 فكت قيود الجميع. فهربوا المساجين، بالعكس، تلموا، ابتدى يوعظ، تتكلم عن ربنا، ابتدوا المساجين يجددوا. سجان صحي هيقتل نفسه، يا عم تعالى 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 تعالى، احنا عندنا اجتماع مع تعالى تعالى حضر، تعالى يا عم تعالى. يجي السجان يسمع، ياخدهم بيته هو واهل بيته يعتمدوا. يعني يا نهار ابيض، دي كانت ليله ما يعلم بها ربنا تحولت الى اجتماع انتعاشي خيالي. فاهمين بقول ايه؟ من غير الزلزله دي الاثنين دول هيعملوا ايه؟ ولا حاجه، ولا حاجه. ربنا معايا في أي ظروف، تحت أي ظروف، في حاجة هتحصل غير عادية. ده الفرق. أخضع كل شيء تحت قدمي، دفع علي كل سلطان. هو مين؟ هو رأس الكنيسة، هو رأس الكنيسة. الكنيسة هي ملء المسيح، الكنيسة هي ملء المسيح، لو هي الكنيسة بالتعريف اللي اتفقناه، المؤمنين متحدين معا في الرب، هي ملء الكنيسة، هي ملء المسيح.
عندها سلطان المسيح، عندها إمكانيات المسيح. إيه سلطان المسيح؟ إيه السلطان اللي وهبه المسيح للكنيسة؟ إيه سلطانه؟ أربع حاجات مهمة قوي. سلطان الكلمة، سلطان الحق، إدها كلمته. سلطان الحياة إنها تعيش كلمته. سلطان الصلاة إنها تطلب واللي هتطلبه هيحصل. سلطان الروح القدس اللي يصنع آيات وعجائب ويعمل اللي أنت عايزه. فاهمين اللي بقول إيه؟ خلي بالكم الأربع حاجات دول. سلطان الحق، عارفة الحق، تقدر تقنع الناس بالحق، مقتنعة بالحق. فاهمين بقول إيه؟ الحق مقنع جدا جدا جدا. أخت جات لي وسألتني، قلت لها تسأليني ليه؟ ما حكيتهاش قبل كده. خليني أحكي الحكاية دي. حد طلب معاد وارجنت ومهم وبتاع ومفضلك، اهلا وسهلا. قعدت معاه فابتدت تسالني عن ايماننا المسيحي، صحه الكتاب ولاهوت المسيح واسئله في الكتاب وفي انجيل يوحنا، وازاي هو ابن الانسان وازاي هو ابن الله. وقعدت تسال 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 تسال، وابتديت اجاوب 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 اجاوب. بعد ما خلصت اجابه بصيت لها كده قلت لها حضرتك ايه اللي جابك ليا؟ مش مصريه، من شمال افريقيا. قالت لي انا كنت نازله عند حد، اتفرجت في التلفزيون على برنامج معين، والبرنامج ده اثار جوايا تساؤلات قوي عن عقيدتي، فرحت لرجال الدين بتوعي عشان يجاوبوني على الاسئله ديت. وفوجئت ان احنا ما عندناش اجابات، احنا ما عندناش اجابات. فقلت احنا عندنا اسئله ليكم، احنا عندنا اسئله ليكم، واكيد انتوا زينا ما عندكوش اجابات للاسئله بتاعتنا اللي عندكم، زي ما احنا ما عندناش اجابات للي احنا بنؤمن بيه. واكيد الدين دايما هيفضل حاجه يعني ملهاش اجابات، دي حاجه تصدقها كده من غير ما تدخل العقل. فقلت لها وايه راي حضرتك؟ قالت لي انا فوجئت ان انتوا عندكم اجابه. احنا مش فاهمين قيمه الحق، احنا مش فاهمين قيمه الحق، احنا مش مصدقين يعني ايه عندنا الحق، عندنا سلطان الكلمه. لما شبه المسيح الكلمه الخرج الزارع ليزرع، الحبه دي عندها قدره انها تثمر 30 و60 و100. الحبه دي كلمه الله، دي كلمه الله فيها قوه الحياه. بيقول اشعياء كلمتي لا ترجع الي فارغه. الزرع ده هو كلمة الله، كلمتي لا ترجع، بيقول إيه؟ كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك، بل يرويان الأرض ويجعلان تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للأكل. بتفرجوا على الحتت اللي بتسقيها المطر مش كده؟ تلاقيها غابات وأشجار وفدادين بتاع ده إيه؟ يحرتوها كده ويسيبوها المطر تيجي تنبت. بالظبط زي كده، زي ما المطر بيأتي وبيعمل كده بالظبط كده، بيقول هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي. لما الكنيسة صلت أيام الاضطهاد قالت إيه؟ امنح عبيدك إيه؟ حماية. لا، أن يتكلموا بكلامك. دي صلاتهم. خلينا نفضل نتكلم، لأن الكلمة دي ما بترجعش فارغة، ما بترجعش فارغة، كلمة مقنعة، كلمة خارقة إلى مفرق النفس والروح. ما فيش مرة اتكلمت بكلمة ربنا ورميت الشبكة ورجعت لي فاضية، ما حصلش. ما بيحصلش. فربنا إدانا سلطان كلمته، كلمته تخرج، كلمتي لا ترجع إلي فارغة. تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له. زي المطر بالظبط، زي المطر فيها قوة حياة. فاهمين اللي بقوله؟ ده السلطان الأول، سماها سيف الروح. سيف الروح، الروح القدس ياخد كلمة ربنا اللي خارجة من فمي ديت وزي سيف يخترق به قلوب الناس، زي يوم 50 نخسوا في قلوبهم. كلمة الله حية فعالة، أمضى من كل سيف ذي حدين، نار ومطرقة. فاكرين كل الكلمات اللي قلناها عن كده؟ رومي 10 بيقول كده، كيف يؤمنون بلا كارز
وكيف يكرزون بما لم يرسلوا. طب المرسل ده هيروح يقول ايه؟ الايمان بالخبر. الخبر هو ايه؟ هو كلمة الله. كلمة الله تنشئ ايمان في قلوب الناس. الايمان بالخبر والخبر بكلمة الله. السلطان الثاني، السلطان الثاني سلطان الحياة. لو انا بنادي بحاجة مش عايشها محدش هيصدقني، مش كده؟ ليه الناس قالت المسيح يتكلم كمن له سلطان وليس كالكتبة والفرسين؟ عشان عايش، يقول حاجة عايشها، حاجة عايشها باين عليه. يرى أعمالكم. ده السلطان الثاني، ان اللي بنقوله ده نقدر نعيشه. فلما بنعيشه وبنقوله الناس لازم تصدقوا، لازم تصدقوا، لازم تصدقوا. ده سلطان، ده سلطان مش موجود، ده سلطان مش موجود، ده سلطان مش موجود. اسمحوا لي احكي لكم قصه. حد من اخواتنا المؤمنين كانوا معانا في الكليه، كانت اصغر مني بكذا سنه، كنا كتير قوي بنصلي لكليتنا ولاصحابنا ولاصدقائنا والدائر معرفنا. جت في مره وقالت لي سامح انا مضايق قوي. ليه؟ قالت لي انا النهارده سنه خمسة وبنتخرج وزمايلي اللي معايا دول شلتي صحابي صليت عشانهم كتير وكلمتهم كتير عن ربنا، ما حدش منهم ادى حياته ربنا. السنه الاخيره ديت واحد ورا الثاني ابتدى يسلم حياته على اخر السنه الشله كلها ما عدا واحد. الواحد ده كان ملحد، كان ملحد، كان دايما يتريق عليها، يقول لا انت عندك قيم وانا عندي قيم، انا انت عندك مبادئ وانا عندي مبادئ، بس انت بتسمي المبادئ دي بتاعت ربنا ولا سميها دي مبادئ انسانيه، ما فيش فرق بيني وبينك. فات سنه واتنين وتقابله في النيابه، من نيابه يعني مش نيابه ال لا في نيابه الطب، وهم الاثنين كانوا نيابه التخدير. فتقابله وفي الجامعه، ازيك ازيك مش عارف ايه، مش معقول بقى لنا سنتين ما شفناش بعض. شويه 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 وبعدين بص لها كده قال لها انت لسه عايش المبادئ اللي كنت بتحكي عنها زمان ايام الجامعه؟ قلت له اه. الحاجات بتاعتك دي بتاعت ربنا انت لسه مكمله؟ قلت له اه. قلت له انت؟ لما قدرت، لما قدرتش اكمل صعد، انا قدرتش اكمل. بعد وقت قليل لا تاخديني الكنيسه، تعال تصلي معايا سلم ربنا، تتجوزيني. فعلا اتجوزوا عملوا عيله جميله جدا. اتجوز. فاكر جت قالت لي ده مؤمن صغير، ده بقاله في الايمان قليل قوي، اتجوزه؟ قلت لها مؤمن؟ قالت لي اه. بيحب ربنا؟ اه. اتغير؟ اه. اتجوزيه. ده انا امه في الايمان، اتجوزيه اتجوزيه. القصه دي جميله قوي. ثباتي على حياتي، استمراري في اللي انا عايش فيه، خلي الناس في الاخر تقول انت صح، انت حقيقي، انت حقيقي. اللي خلاه يؤمن بوجود ربنا ويصدق حياة هذه الإنسانة اللي ما تغيرتش عبر السنين، هو ما قدرش يكمل على مبادئه، لأن مبادئه مجرد مبادئ ما وراهاش شخص، بس المبادئ دي وراها شخص عايش فيا، وراها علاقة مع ربنا، وراها نور حقيقي. لكن دي كلام، دي كلام. الشيوعية اتبنت على كلام، لكن لما قامت الدول المبنية على الشيوعية اتبنت على الفساد والرشوة والنهب والسرقة، لأن ما وراهاش إله يخليني أعيش المبادئ دي، ما وراهاش قوة للحب تخليني أعيش المبادئ دي. أنتوا فاهمين بقول إيه؟ دي قوة الإنجيل، إنه بيغيرني، بيغيرني أنا. بطرس بيقول إحنا صرنا شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم. تخيلوا. عشان كده بيتكلم الكتاب عن الكنيسة الأولى، كان لهم نعمة لدى أعين جميع الشعوب. بصوا اهي، مسبحين الله لهم نعمة لدى جميع الشعب. نتيجة الحياة اللي هم عايشينها، فالنتيجة ايه؟ نتيجة لحياتهم ايه؟ نتيجة لحياتهم ايه؟ كان الرب يضم كل يوم إلى الكنيسة الذين يخلصون. زي ما كنت بقول من كذا حلقة، الأخت اللي جت تقول هي الكنيسة دي موجودة؟ اللي موجودة في هي دي موجودة؟ لو موجودة أحب أروحها.
أنا أحب أحضر حاجة زي ديت، أنا أحب أكون جزء من هذا الشيء. كنت في شمال العراق بقدم الدراسة دي من سنين طويلة قوي، كنت بقدم الدراسة دي بتاعت الكنيسة، وجاء أخ كردي يحضر مش مسيحي، وبعدين قابلته بعد سنوات طويلة قوي وجاء قال لي عايز أعرفك بنفسي أنا قسيس. قلت له أهلا وسهلا. قال لي أنا جيت للمسيح. قلت له إمتى؟ قال لي فاكر لما جيت زمان وكنت بتقدم دراسة الكنيسة؟ قلت له آه. قال لي أنا ما سمعت الدراسة دي قلت أنا أحب أكون عضو في الكنيسة دي، فديت حياتي للمسيح. ما شافهاش، سمع عنها بس. والنهارده قسيس. ده سلطان الحياة، ده سلطان الحياة، ده سلطان الحياة. التالتة بقى سلطان أكبر، سلطان الصلاة. السلطانية الأول ده تأثير عمل ربنا فيا في الناس، كلمته وحياته فيا بتؤثر في الناس. في تأثير أقوى، تأثير إيه بقى؟ تأثير الصلاة. ليه؟ لأن تأثير الصلاة أنا بقى ببعت ربنا للناس، خدت بالكوا؟ أنا بقى ببعت ربنا للناس. شوفوا بقى هو هيعمل إيه، شوفوا هو هيعمل إيه. واحد واثنين ده اللي ربنا بيعمله بيا، لكن ثلاثة ده اللي أنا بعمله بربنا. إيه؟ ده اللي أنا بعمله بربنا، بستخدم زراعة ربنا الطويلة إنها توصل للحتت اللي ما أعرفش أوصل لها، وتلمس الناس في المناطق العميقة اللي جواها اللي أنا ما أعرفش أوصل لها. بصوا الآيات اللي بتتكلم عنها الجزء ده. هؤلاء كلهم، دي الكنيسة الأولى، تعلمت استخدام هذه الإمكانية الإلهية. كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم وأم يسوع ومع إخوته. المسيح بيقول لهم كده، قال لهم الآية دي من أجمل الآيات اللي بحبها عن الصلاة. الحق الحق أقول لكم من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها أو يعمل أعظم منها. تعقد. يبقى أنا مش مؤمن بيه، لأني مش بعمل الأعمال اللي هو بيعملها ويعمل. طب أجيب منين الإيمان ده اللي أعمل بيه الأعمال الذي كان يعملها ويعمل أعظم منها؟ أنا فهمت غلط. تخيلوا أنا غاية قريب اكتشفت أنا كنت فهم غلط، بقيت الآية هو اللي بيشرحها. اللي هيعمل الأعمال وهيعمل أعظم منها مش أنا، أمال مين؟ هو. طلع هو اللي هيعملها. فين ده؟ في الآية اهي. إزاي هنعمل الأعمال التي كان يعملها ويعمل أعظم منها؟ لأني ماض إلى أبي ومهما سألتم باسمي فذاك أفعله. يعني قصدك اللي هيعمل اللي انت كنت بتعمله وهيعمل أعظم منه هو انت برضو؟ آه أنا برضو، بس هعمله من خلالكم. إزاي؟ بأن اطلبوا مني وأنا هعمل، اطلبوا مني وأنا إيه؟ وأنا هعمل. إحنا بنفهمها غلط. مهما سألتم باسمي فذاك أفعله. قول لهم أهما مهما. طب لانش يخت صغير كده ومرسيدس إيه، حتى مش لازم إس، إيه يعني متبلاش سي، خليها إيه، يعني خليها مرسيدس المتوسطة. هو بيتكلم عن كده ولا بيتكلم عن الأعمال التي كان المسيح يعملها؟ يعني الكارت الشيك اللي على بياض ده بيتعلق بإيه؟ بالأعمال التي كان يسوع يعملها. يسوع كان بيشتري يخوت وعربيات مرسيدس وفيلل على الساحل الشمالي، كان بيعمل إيه؟ كان بيعطي للعمي بصر، يصنع خير ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. دي أعمال المسيح، دي اللي بيقول لنا عنها اطلبوه مني أعمل أي حاجة من اللي كنت بعملها هعملها وهعمل أعظم منها. عند كلمته ولا مش عند كلمته؟ المسيح بعد الصعود عمل اللي كان بيعمله ولا عمل أكتر؟ عمل أكتر، عمل أكتر. بنسمع عن بطرس ظله كان بيشفي مرضى، بنسمع عن بولس المناديل اللي كان بيحطوه على جسده ويحطوه على المرضى تخف. المسيح وهو على الارض ما وعظش وعظة فيها 5000 واحد، 3000 واحد جمل الايمان. اللي بيحصل في العالم النهارده في اماكن كتيره ما حصلش في العصر الاول. الايات والعجائب اللي بتحصل ما حصلتش في العصر الاول. اللي بيحصل معانا النهارده ما حصلش في العصر الاول.
المسيح كل ما ده بيعمل اللي كان بيعمله وبيعمل دايما أعظم منه. الكنيسة عندها سلطان اسمه الصلاة. الصلاة إنك تبعت ربنا، إنك تخلي ربنا يدخل للأحداث فيغيرها فيغيرها. عشرات الآيات، تطلبون إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم، عشان تعرفوا أنا عايز إيه، تطلبون ما تريدون ما تريدون فيكون لكم. كل ما طلبتم من الأب باسمي، يعني إيه ليه بيحط اسمي؟ يعني ليا، يعني لتحقيق مشيئتي، يعني تكتبوا اللي أنا كان نفسي أكتبه، يعني تقولوا اللي أنا كان نفسي أصليه. يعني إيه باسمي؟ يعني أنت بالنيابة عن حد بتطلب طلب، صح؟ فأنت مبعوث من حد بتقول له فلان بعتني أقول لك اعمل كده، صح؟ فأنا بقول كده، أنا بروح لربنا بقول له باسم يسوع، من أجل يسوع، لو يسوع مكاني هيطلب الطلبة دي، الأب يعمل إيه؟ ينفذها، لأني مش طالبها لي، أنا طالبها لابنه، أنا طالبها لمجده. طب احتياجاتي بقى، احتياجاتي دي فاكرين؟ دي لا لا، الكنيسة قدرتها أنها تحقق دعوتها مبنية على الحق والحياة والصلاة. والصلاة لما الكنيسة تهددت راحت تعمل إيه؟ راحت تصلي، راحت تصلي. لما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا إلى الله وقالوا يا رب أنت الإله الكبير، أنت صاحب الكلمة، أنت صاحب الكلمة الأخيرة. بالحقيقة حصل اللي أنت تنبأت عنه، اللي انت قلته حصل. والآن يا رب اعمل ايه؟ والآن يا رب انظر الى تهديداتهم وامنع عبيدك ان يتكلموا بكلامك. طيب احنا عايزين نفضل نتكلم، بس عشان نفضل نتكلم لازم انت تتدخل تفتح لنا الباب، صح كده؟ تفتح لنا الباب ازاي؟ مد ايدك بآيات وعجائب، آيات وعجائب، مد ايدك. مريض يخف فالناس تتلم فنقول لهم يا جماعة ده المسيح اللي شفاه، ملناش دعوة، صح كده؟ واحد عليه روح شرير نقول له باسم يسوع يخرج، فالناس تقول ايه ده؟ انه لهم ده يسوع بيخرج شياطين، ده مش احنا مالناش دعوه. فالناس تؤمن بيسوع. امين. خطه ذكيه جدا. نخلي ربنا يعمل ايات وعجائب وبعدين نقول للناس احنا ده يسوع، يسوع. اخت جت من مكان بعيد تعتمد، ولما اتعمدت فالامن سال يعني ايه اللي جابها وانتوا مالكم بالموضوع ده؟ فقلنا احنا مالناش دعوه خالص، ده وهي في اوضتها المسيح ظهر لها، وهي قاعده المسيح ظهر لها، فاحنا مالناش دعوه. ودي في بلد تانية، الامن هناك هو المسؤول عن الحادثه دي، ما كانش واخد باله من الباب كويس، فالمسيح دخل، فالمسيح ظهر لها وهي قررت تبقى مؤمنه وطلبت نعمدها فعملناها. ودي من بلد تانية وراجع بلدها، يعني ما فيش اي مشاكل خالص. فاهمين بقول ايه؟ غير المستطاع عند الناس مستطاع عند ربنا. الصلاة تحقق ايات الله وعجائبه، وساعتها نتكلم بكلامه بكل مجاهرة. دي الصلاة، دي الصلاة. عشان كده بيقول الكتاب مصلين بكل صلاة، استخدموا هذه الإمكانية، استخدموا الرصيد ده، استخدموا الإمكانية اللي ربنا سابها لكم، افتحوا الدورك واستخدموا اللي ربنا اداه لكم. معاك كفاية، معاك كفاية، اللي معاك كفاية. الحق والحياة والصلاة تحقق إرادة الله اللي دعاك ليها. كانوا بتصلي ازاي الكنيسه دي؟ كانوا بيصلوا بقلب واحد، كانوا بيصلوا بنفس واحده، كانوا بيصلوا بمواظبه، كانوا بيصلوا لساعات طويله. دي الصلاه اللي اتغير، مش قبل الاكل بارك الاكل يا رب امين وبارك الخدمه آمين. مش دي الصلاه. الصلاه صراخ من القلب ولساعات طويله وبنفس واحده وبمواظبه، فيفتح الرب ابواب السماء. آيات كتيرة قوي 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 عن الصلاة موجودة في المذكرة. آخر حاجة،
سلطان الروح القدس، سلطان الروح القدس، سلطان الروح القدس إنه يغير قلب الكنيسة، وسلطان الروح القدس إنه يعمل في قلوب غير المؤمنين. الروح القدس لما يحل على الكنيسة، لما يملأ الكنيسة، تنال الكنيسة قوة، تنال الكنيسة قوة. القوة دي تدفعها إنها تنادي بالإنجيل، ما تبقاش خايفة، فتنزع الخوف من قلبها وتعطيها أن تتكلم بكلام الله، وتعطيها قوة الشهادة بمحبة الله. ده دور الروح القدس في قلب الكنيسة. لكن الروح القدس لما يملأ المؤمنين مش بس يحرك الكنيسة، ينخص قلوب الناس. لما سمعوه نخصوا في قلوبهم. مين اللي عمل كده؟ التلاميذ. أجروا عيال صغيرين وكل واحد خد من خز صغير ومش قاعد ينخس في الناس، صح كده؟ لا، الروح القدس ضرب ضمائر الناس، فالناس وهي بتسمع قالت ده ربنا بينادينا، وإذا ما تبناش النهاردة نستاهل اللي يحصل لنا. نخص في قلوبهم، دي الإمكانية اللي اداها الكتاب للتلاميذ. أنا أرسل إليكم موعد أبي، أقيموا في مدينة أورشليم، تلبسوا قوة من الأعالي، تلبسوا قوة من الأعالي. وده اللي الكنيسة عملته. كل مرة الكنيسة اتولدت في حتة، زي ما اتولدت في السامرة عن طريق، فاكرين مين؟ فيلبس المبشر، مش كده؟ أول ما الكنيسة في أورشليم سمعت إن السامرة قبلت كلمة الله على يد فيلبس، أرسلت لهم بطرس يوحنا. رايحين يعملوا إيه؟ إقبالوا الروح القدس، امتلئوا بالروح القدس على طول. اهتموا ان الكنيسه تبقى ممتلئه، ممتلئه بالحق وبالحياه وبالصلاه وبالروح القدس، ان الامكانيات المختلفه، ان المصروف كامي، كافي، كافي. معنا الحق الكلمه، معنا الحياه شركاء الطبيعه الالهيه، معنا الصلاه، ومعنا الروح القدس. فاهمين بقول ايه؟ على طول ارسلوا بطرس ويوحنا الذين وضعوا عليهم ايدي فقبلوا الروح القدس، الكنيسه الممتلئه بالروح القدس. لما حنانيا راح لبولس بعد ما شاف المسيح في الطريق وآمن بالمسيح، أنا جاي لك أعملك إيه؟ أيها الأخ شاول، قد أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه، عشان حاجتين، لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس. ده شاف المسيح بس ما امتلأش بها، وده اللي خدناه في باب الروح القدس، فاكرين؟ عشان القشور تقع من على عينيك، عشان تمتلئ من الروح القدس. ليه؟ عشان الإرسالية، عشان دعوة الله. الله انتخبك لتكون شاهد ليه، ومش هتقدر من غير الروح القدس تحقق دعوة الله ديت في حياتك. هو عمل كده بقى بولس. كل كنيسة يروحها ويلاقي مؤمنين، أول سؤال يسأله له: هل قبلتم الروح لما أمنتم؟ هل قبلتم الروح لما أمنتم؟ معاكم المصروف كامل؟ معاكم المصروف كامل؟ عندك الحق، عندك الحياة، عندك الصلاة، عندك الروح القدس، معاك مصروف كامل، معاك الإمكانية اللي ربنا اداها لك كفاية عشان تقدر تعيش دعوة الله في حياتك ولا لا؟ الروح القدس بيدي الكنيسة القوة والمحبة والنصح، القوة للشهادة، الحب للمسيح وللخطاة، الانقياد والنصيحة والحكمة، نعمل ايه وما نعملش ايه. فالروح القدس بيمكن الكنيسة القوة للشهادة، الحب للشهادة، النصح في الشهادة، فيديني قوة ويديني الرغبة ويقول لي اعملها ازاي. فهمتوني؟ طب انا عايز اكتر من كده، قوة ودافع وامكانية ويقول لي اعملها ازاي. ارجوكوا لازم نخلي بالنا من الفكرة دي. ربنا طلب مننا دور كبير قوي، بس ادانا كل الإمكانيات التي نحتاجها، بس هي فين؟ هي في الدرج. وإحنا بنبص فين؟ عزيزي المشاهد، أشكرك عشان متابعتك لنا هذه الحلقة، أشكركم عشان وجودكم معنا. أصلي في قلبي أنه أنا وإنتم نكتشف إمكانيات الله ونخدم ربنا باللي عنده مش باللي عندنا، إلى أن نلتقي. رب معك، آمين. مجد المسيح.
في نهاية حلقتنا عزيزي المشاهد عايز أشجعك إنك تروح للويب سايت بتاع هذا البرنامج schoolofchrist.tv. هتجد كل الحلقات موجودة، وكل حلقة هتلاقيها بكل الصور المختلفة، تقدر تتفرج عليها ستريمينج، تقدر تلاقيها وورد، تقدر تلاقيها كشيت عشان تحل وتبعته لينا مرة تانية، تقدر تلاقيها PDF، تقدر تلاقيها PowerPoint، أو تقدر تحملها لنفسك على أساس أنها تكون MP3 عشان تقدر تسمعها، أو تكون للآيبود بتاعك، أو تكون للآيفون بتاعك، أو تكون كمان ويندو ميديا بلاير. والسي دي هات، الدي في دي هات هاي كواليتي موجودة في جميع المكاتب المسيحية من الآن، فصاعدا تقدر تحصل عليها وتقدر كمان تديها هدايا لأصدقائك. إلى أن نلتقي، ربنا معك.